مبدعون حولوا الفكرة إلى حقيقة، وفي جعبتهم كثير أفكار رغبة بمزيد من العمل والإنتاج، فاستحقوا التكريم والثناء لمشروع الإنجازات الشبابية منجز 3. أنتوا النخبة، أنتوا الفريق المنجز، أنتوا الناس اللي نبي نطوركم، ما يوقف إنجازكم عند هذا المشروع أو ذاك. ومن يقع تحت أثر الإنجاز خلاص تبدأ الحياة تتغير. وهناك أمثلة كثيرة، من يريد أن يكون حياته إنتاجية وعمل بدل من التسيب وتحلطم، من يريد أن يعني يلعن الظلام، وهناك من يريد أن يشعل شمعة، هناك من يريد أن ينظر أمور بسلبية، وهناك من يريد يعدل هذه السلبيات. دعوة للشباب لمزيد عطاء والدفع نحو المشاركة في تنمية البلاد والمضي قدما نحو إبداعات كثيرة وإنجازات عديدة. أحلامنا وايد أكبر من واقعنا، وطبيعي ودنا نشوف الكويت وايد أحلى من ما هي عليه، ولكن هي خطوة خطوة. واليوم وزارة الشباب وهيئة الشباب سوف يكون لها دور بارز، قاعد نعمل، وإن شاء الله راح نكون قريبين منكم أكثر، راح نحاول قدر الإمكان أن نشتغل مع بعض بتعاون مجتمعي حكومي أيضا مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الإنجازات. توصية شبابية مدت لها الحكومة يد التعاون بمنح الشباب فرصة للعمل بجهود ذاتية، حاملين شمعة إبداع وشعلة توقد لمستقبل واعد للشباب. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.